وينضم إلينا مراسلنا من لندن الزميل عمر بشير، ومن باريس مراسلتنا بلقيس النحاس. أهلا وسهلا بكما بلقيس. في فرنسا تطمينات رسمية بأن أسترازينيكا آمن ولا خوف من كل ما يقال عن إيقافه في الدول الأوروبية الأخرى. صرح به وزير الصحة أوليفيا فيران، حيث أكد بالأمس أن هذا اللقاح أسترازينيكا سوف يتم العمل به والاستمرار بالعمل به، ولن يكون هنالك تعليق كما فعلت بعض الدول الأوروبية. حجة أوليفيا فيران أن هذا اللقاح لم يثبت للآن بالفعل أن له علاقة مباشرة بالتجلطات الدموية التي حصلت في بعض البلدان الأوروبية أو الحالات التي أبلغت عنها بعض البلدان الأوروبية، ولكن ما يقوله أوليفيا فيران أنه يعتمد على الوكالة الأدوية الأوروبية، تصريحاتها والأرقام التي قامت بتقديمتها، حيث أنها أعطت إحصائية بأن حوالي من كل 5 ملايين أوروبي هنالك 30 حالة فقط التي ظهرت عليها هذه الأعراض من التجلطات الدموية. وبالتالي فإن وزير الصحة يقول أن الفوائد المرجوة من لقاح أسترازينيكا تفوق الأضرار المحتملة له في خلال الفترة المقبلة. لن ننسى أيضا على أن فرنسا الآن هي في أزمة، خلال الأعداد التي حددتها للتطعيم للآن لم تصل إلى الهدف الذي كانت ترجو إليه. تحاول إشراك بعض الشركات الأدوية كأسترازينيكا، كما نعلم في السابق كانت فقط تقتصر على موديرنا وفايزر بيونتك. اليوم لدينا أسترازينيكا، لدينا أيضا إعلان الذي أعلنته سانوفي صباحا اليوم بأنها ستقوم بإجراء التجارب الأولى على لقاحها الثاني. تحاول فرنسا أن أيضا إنشاء معامل للأدوية داخل أراضيها لتسريع من عمليات اللقاحات وتجنب إغلاق جديد، حيث أن وزير الصحة نعم علاء تفضل. طيب أنتقل إلى لندن ومراسلنا من هناك عمر بشير. عمر، الشركة أسترازينيكا تؤكد أن اللقاح آمن ولا خوف ولا ربط بينه وبين حالات الوفيات، هل انعكس هذا ربما إيجابيا على بريطانيا تحديدا، والتي ربما كانت تثار مخاوف فيها على غرار ما يحدث في ألمانيا والدنمارك والنرويج؟ نعم، على الموقف الحكومي البريطاني واضح، خاصة أن هذا اللقاح هو منتج من جامعة أوكسفورد هنا في بريطانيا بالتعاون مع شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا. بالتالي الموقف البريطاني باعتبارها أول دولة أيضا اعتمدت هذا اللقاح جاء على أكثر من تصريح، سواء للمتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أو عبر تصريحات أخرى جاءت على لسان وزير الخارجية دومينيك راب. الموقف البريطاني هو أن اللقاح آمن وفعال وموثوق به، وهناك دعوات لبريطانيين بالثقة بهذا اللقاح، وبريطانيا تؤكد أنها ستواصل العمل بتطعيم البريطانيين باللقاحات المعتمدة ومن بينها وأهمها لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. هذا الموقف البريطاني أيضا يتناغم مع موقف الشركة. الشركة قالت في بيان لها إن أولويتها هي سلامة المرضى، ولكنها أكدت أن اللقاح خضع للمراحل السريرية الثلاث لاختبارات، وأنه تجاوز كل هذه المراحل بنجاح، وبالتالي تم اعتماد اللقاح، ولا يوجد رابط بين الحالات التي شهدها العالم في أوروبا بتجلطات ووفيات وبين حصولهم على اللقاح، بمعنى أنها ليست من الأعراض الجانبية لهذا اللقاح. الأحدث هو موقف منظمة الصحة العالمية. نعم، على منظمة الصحة العالمية قالت قبل قليل إن اللقاح فعال وممتاز ولا يوجد رابط بين حالات التجلط والإصابة بالسكتات القلبية بناء على التجلط في الدم وبين اللقاح، وقالت إن توقيف وتعليق العمل به هو إجراء احترازي قامت به الدول. هذه المواقف الثلاث أيضا نضاف إليها موقف وكالة الأدوية الأوروبية الذي تحدثت عنه بلقيس. نعم، أنتقل إلى برلين ومن هناك مراسلنا زميل يمان شواف. يمان، أهلا بك. إذن تحذيرات في ألمانيا من مخاطر جولة ثالثة من فيروس كورونا.
نعم، وزير الصحة الألماني يانز شبان تحدث اليوم على ثلاث أمور. قال هذه الأمور يجب أن ترافقنا خلال الفترة الماضية. الأمر الأول هو الاختبار، أي الاختبارات المتكررة لفيروس كورونا، والتطعيم، وكذلك الحذر. قال هذا الثلاثي يجب أن يكون هو المرافق الآن، خصوصا عندما نتحدث أمس واليوم كان هناك ارتفاع لأرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. أمس تجاوزت 14,000 حالة واليوم 12,000 إصابة جديدة. هذا الأمر ربما يقلق السلطات الألمانية تزامنا مع الحديث عن الموجة الثالثة من الوباء، وهذه الموجة التي تثير كثيرا القلق لدى السلطات الألمانية. لذلك اليوم شدد وزير الصحة الألماني على هذا الأمر. في الحديث عن اللقاحات أيضا، الألمانية قالت وبعض المعاهد أن أسترازينيكا متمسكة ألمانيا بهذا اللقاح. ألمانيا لم يعني حتى اللحظة الأرقام لمن تلقوا اللقاح في ألمانيا ما دون 3 ملايين. هناك مشكلة حقيقة لدى ألمانيا في هذا الجانب. لذلك ألمانيا تقول وفقا لمعاهد أن أيضا لا يوجد دليل قطعي على أن لقاح أسترازينيكا قد تسبب بهذه الوفيات التي حدثت في بعض الدول الأوروبية. لذلك هي ستبقى تعمل وتستخدم إضافة إلى لقاح. شكرا لشبكة مراسلين في برلين وباريس ولندن، شكرا لكم جميعا.